على الرغم من الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان، إلا أن الخارجية الأمريكية بترفض تصنيفها كجماعة إرهابية. لماذا ترفض حتى الآن تصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية؟ ربما نجد الإجابة لدى دكتور حسام إبراهيم، الخبير في الشؤون الأمريكية ورئيس برنامج الدراسات الأمريكية بالمركز الإقليمي. مساء الخير يا فندم. نور أستاذ إيمان. تصنيف الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية لا ينطبق على جماعة الإخوان المسلمين، لأن الخارجية الأمريكية لديها معايير محددة لتصنيف الجماعات الإرهابية، حيث أنه يتم تصنيف هذه الجماعات وفقا للبند 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. والتصنيف يقتضي أولا أن مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يقوم بمراجعة المعلومات السرية والعلنية للمنظمات الإرهابية، ثم يقوم بالتعاون مع وزارة العدل والمدعي العام ووزارة الخزانة بمراجعة هذه البيانات مرة أخرى. وبعدما يقوم بتصنيف منظمة على أنها منظمة إرهابية، يتم رفع الأمر إلى الكونجرس الأمريكي، وإذا لم يصل إلى الخارجية الأمريكية رد أو تعقيب من الكونجرس خلال 7 أيام، يتم تصنيف المنظمة على أنها منظمة إرهابية، ويدخل هذا التصنيف في السجلات الفيدرالية الأمريكية. ولكن وفقا للقانون الأمريكي، يحق لأي منظمة يتم تصنيفها كمنظمة إرهابية النقد على هذا أو مراجعة هذا التصنيف خلال 30 يوما من تصنيفها ووضعها على لائحة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وذلك من خلال رفع دعوى قضائية في محكمة النقد التابعة لديستريكت اوف كولومبيا اللي هي في داخل العاصمة الأمريكية واشنطن خلال 30 يوما من التصنيف. هناك جماعات إرهابية تم تصنيفها في السابق، من جماعات إرهابية داخل مصر، منها الجماعة الإسلامية والعديد من المنظمات الإرهابية داخل منطقة الشرق الأوسط، منها منظمة حماس تم وضعها على لائحة الإرهاب. طيب المنظمات اللي تم وضعها على لائحة الإرهاب اللي منها منظمة حماس، هل انطبق عليها هذه الشروط؟ يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية عندما ترغب في وضع منظمة ما على قائمة الإرهاب يعني بتتغاضى عن هذه الشروط أو عن هذه المادة 219 اللي حضرتك شرحتها، ولا لما يبقى في مصلحة في أنه هذه الجماعة أو غيرها ما تبقاش جماعة إرهابية ساعتها بيتم الحديث عن أنه في قانون وإجراءات؟ أستاذة إيمان، أنا أفهم المقصد مما تطرحينه، ولكن الموقف الأمريكي من جماعة الإخوان المسلمين له اعتبارات كثيرة جدا خارج نطاق مسألة التصنيف كمنظمة إرهابية. جماعة الإخوان المسلمين هناك حالة من التعاطف معها داخل الدوائر الأمريكية، وكان ينظر إليها باعتبارها أنها من سيحقق المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط. كان هناك مشروع أمريكي بعد فقدان الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي، وكان هناك مشروع داخل الدوائر الأمريكية أنه يتم تصعيد قوى ومنظمات الإسلام التي ينظر إليها باعتبارها التي تمثل الإسلام المعتدل، ومن ضمنها جماعة الإخوان المسلمين. فقد كان هناك مشروع أن الإخوان المسلمين تكون رأس الحربة لهذا المشروع في المنطقة، في مصر وتونس وبقية الدول، ويتم تصعيدها إلى الحكم في هذه. يعني هو بقى مش تعاطف، هو مصلحة. تصنيفه باعتباره مصلحة من وفق المنظور الأمريكي هو مصلحة، ولكن تصنيفهم كجماعة إرهابية أعتقد أنه من الصعوبة في المرحلة الراهنة أنه يتم تصنيفهم، لأنه كما تعلمين بعد أن قامت الحكومة المصرية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة إرهابية، كان رد الفعل الأمريكي أنهم عبروا عن القلق. وبعديها السعودية كمان أعلنتهم أنهم جماعة إرهابية، ولم يصدر أي تعليق أو رد رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هذا، بشأن تصنيف المملكة العربية السعودية لجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية. كما تقولين أو تشيرين سيادتك، هم يروا أنه هذا مصلحة لهم في عدم تصنيف الجماعة. أو الجزئية الأخرى أن هناك دوائر داخل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مراكز الفكر والإعلام من الليبراليين والديمقراطيين يدافعون عن الجماعة باستمرار ويصفونها باعتبارها أنها ضحية، وهذا يلقى صدى لدى الدوائر البيت الأبيض.
طيب يعني افهم من كلام حضرتك ان احنا مهما نعمل او مهما هذه الجماعه الارهابيه تعمل من جرائم عنف او جرائم ارهاب ويثبت بالصوت وبالصوره وبالتقارير وبالقانون انها ضالعه في هذه العمليه، طالما انه الولايات المتحده الامريكيه هناك مصلحه ما تربطها بهذه الجماعه فلن تعلنها ابدا كجماعه ارهابيه. اتفق معك في هذا الطرح. النقطه الاخرى ان هناك يصور لدينا هنا داخل في مصر الكثير من الربط ما بين جماعة أنصار بيت المقدس أو الجماعات الإرهابية اللي بتستهدف المنشآت العسكرية والعسكريين واعتبارها جزء من جماعة الإخوان المسلمين. هذا الطرح الذي يتم لدينا في مصر أو نحن نتبناه أو كما واضح لنا للكثير بالنسبة لنا أن أنصار بيت المقدس والجماعات الإرهابية اللي بتستهدف الجيش هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين أو محسوب عليها، هذا الطرح لا يلقى صدى لدى بعض الدوائر الليبرالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وإن كان أو ترجيحي خلال الفترة المقبلة أن جماعة أنصار بيت المقدس سوف يتم تصنيفها كمنظمة إرهابية نظرا لأن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب لسنة لعام 2012 اللي صدر في منتصف العام الماضي تحدث بشكل صريح عن أنصار بيت المقدس. طب أما جماعة ولو تم بقى الربط أو إثبات العلاقة الفعلية والمادية والتمويلية والروحية والتنظيمية بجماعة الإخوان ما يعتبروش الإخوان كمان جماعة إرهابية؟ لا أعتقد أنه سوف يتم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كأنها جماعة إرهابية، أنه كما أشرت لسيادتك هناك بعض الدوائر داخل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة من الليبراليين والديمقراطيين يدافعون عن جماعة الإخوان المسلمين وهؤلاء صوتهم مرتفع وعالي داخل الدوائر الأمريكية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. بشكر حضرتك دكتور حسام إبراهيم رئيس برنامج الدراسات الأمريكية بالمركز الإقليمي والخبير في الشؤون الأمريكية.